أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شاع عند البعض أنكم حفظكم الله تعذرون نعم. شاع عند بعض الناس عنكم حفظكم الله أنكم تعذرون من لم يبلغه القرآن والسنة كعباد القبور لجهلهم، وهل عباد القبور يقال أنهم مشركون كلهم في زمن؟ جاء عني إيش؟ أنكم تعذرون عباد القبور هذا كذب، هذا كذب. أنا أقول لا، ما يعذرون، لأنهم يعيشون في بلاد الإسلام ويقرؤون القرآن صباحا ومساء ويسمعون القرآن، وعندهم الدروس وعندهم الإذاعات التي تبث البرامج الدينية، فهم ليسوا جهالا لكنهم معاندون، ويقولون نحن على ما كان عليه آباؤنا، لا نترك ما عليه آباؤنا وأهل بلدنا. هذا اللي يقولون، هذا اللي يعذرون بالجهل. لا، أنا ما قلت هذا، هذا كذب. والشق الثاني، وهل يقال لهم مشركون؟ نعم، الذي يعبد غير الله يقال له مشرك. هو بعد دعوة غير الله بعدها غير شرك؟ اللي يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله هذا مشرك.